الله تعالى وبركاته. نحن اليوم هنا في رحاب هذا المسجد العامر الطاهر أمام هذا المحراب، محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ننوب فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من أمير المؤمنين، فنحن نواب عن أمير المؤمنين في الصلاة وننفذ تعليماته السامية حفظه الله. وصلاة الاستسقاء إنما جاءت بتعليماته من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. هذه الصلاة هي سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام ووسيلة الصالحين إلى ربهم حينما يجدبون وحينما يصيبهم القحط ويحل بهم الجفاف، يفزعون إلى ربهم ويتوبون إلى خالقهم ويهرعون إلى مساجدهم ومصلياتهم تائبين مستغفرين متضرعين سائلين الله عز وجل أن يزيل عنهم الكرب وأن يرفع عنهم الهم والغم وأن يكشف عن البلاء وأن يخصبهم وأن يغيثهم وأن ينزل عليهم الغيث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يرحمنا، وهو سبحانه وتعالى قد دعانا إلى ذلك وقال على لسان أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، قال على لسان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما اشتد البلاء بأصحابه ونزل القحط ببلادهم جاءوا ضاحين ضاجين يسألونه أن يستسقي لهم، فدعا ربه عليه الصلاة والسلام ومد يديه إلى السماء فاستجاب الله عز وجل دعاءه وخرجوا يمشون في المطر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ورفع يديه إلى ربه فأجاب طلبته وحقق دعوته عليه الصلاة والسلام، وخرج الصحابة من حين يمشون في المطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يسمع دعاءنا وأن لا يحوجنا إلى ما نحن فيه من البلاء. الله عز وجل غني عنا ونحن فقراء إلى رحمته، فقراء إلى عفوه، فقراء إلى رضوانه. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا ولا يعذبنا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا، أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. والحمد لله رب العالمين. على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين في هذا اليوم السعيد وفي يوم الجمعة في يوم عيد المؤمنين. توجهت جموع المسلمين إلى أماكن طاهرة لقيام بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء والاستغفار طلبا لرحمته ورضاه وطلبا للغيث الذي انحصر عن هذه الأمة لمدة ليست بالقصيرة. فبأمر من مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت إقامة هذه الصلاة صلاة الاستسقاء، وكان فيها نوع من الخشوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كما قلت طلبا لرضاه. وهو سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فحاشا أن يرد هذه القلوب الخاشعة وهذه العيون الدامعة وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشيوخ حائبين. فهو سبحانه وتعالى
حاشا أن يردهم خائبين، وستعمنا رحمته إن شاء الله في أقرب الآجال بحول الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.